السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا، تحية لكم فين ما كنتم. مرحبا بجميع المشاركين في قناة جليلة شانيل، مرحبا بجميع المشاركين اللي تابعوني من أول بداية القناة، وكل مشترك مرحبا بكم. الناس الجدد اللي اشتركوا مجددا في القناة كنقول لكم مرحبا بكم جميعا، ونتمنى أن فيديوهاتي تكون مفيدة. باش ما نطولش عليكم، فيديو جديد نهار ديال اليوم. بغيت ندير في الحقيقة جوج نتاع الفيديوهات، في ماشي في جوج نتاع الفيديوهات، بالتالي جوج نتاع المواضيع بغيت نديرهم في فيديو واحد، لكن بغيت نشوف على حسب الوقت. الا شفت ان الفيديو جا طويل عليكم باش ما تملوش، غادي ندير غير واحد الموضوع، وبالتالي الموضوع الثاني نخليه للفيديو يعني اللي غادي نديروه المره الجايه. اما الا شفت انهم قدرت يعني مده 20 دقيقه مثلا فيهم جوج نتاع المواضيع، صباس نقدر انني نديرو لكم. بالنسبه الموضوع اللي بغيت نهضر عليه، وهو انه شفت خوف كبير عند الناس وكثير نتاع التساؤلات بالنسبه لهاد القوانين الجديده، واللي هضروا عليها كاملين بزاف الاخوان، هضروا عليها في يوتيوب، الاصدقاء الجيران اللي تلقى معاه يقول لك شفتي فوالا فرنسا زيرو. يعني المهم انا جاني الامر عادي نهضر عليكم. كيف كنقول لكم، القناه الفيديوهات اللي كنقدمهم على القناه ديالي كنشوفهم بالمنظور ديالي انا. وفي الحقيقه الا كان واحد لا سيتوياسيون، يعني عندك ولادك كيما، يعني عندك عائلتك كيما ديما، عندك الخدمه ديالك كيما ديما، عندك السكن ديالك كيما ديما، وشنو غادي تغير عندك؟ ما غادي تغير عندك حتى شي حاجه، يعني حقوقك اللي قطعتهم لك لاكاف راه غادي يوصلوك. كيكونوا هنايا تغييرات بالنسبه للابيال غير بالنسبه لي كالكول، كانوا كيكالكوليو عامين قبل، دابا غادي كالكوليو قال لك على حساب عام قبل. وكذلك غادي كتكون لا ديكلاراسيون شاك 3 موا تكون تريمستريال، كيف مثلا للناس اللي كان عندهم لي غاسا وكانوا كيديكلاريو تريمستريال باش يعرفوا لا سيتوياسيون ديالهم، فقط لانهم شافوا كاين بزاف نتاع لي فخود كما كنقولوا، بزاف نتاع اللعب، وبالتالي شافوا ان الدوله كديبونسي في لي زاد بزاف بزاف بزاف. هذا بالنسبه لابيال، غادي نحاول نهضر في هذا الموضوع بعجاله لانه كلكم راكم عارفينه. بالنسبه لادمي ديكال ديتا، قالوا انهم غادي ما غاديش يحيدوها، ما غاديش يقدروا يحيدوها الاخوان والاخوات، لانه ادمي ديكال ديتا كانوا كيستافدوا منها الناس اللي سواء بدون اوراق، سواء حتى الناس اللي كيجيو بلو بي دو ليست، ما غاديش يحيدوها، ولكن كيف كنقولوا حنا بالعربيه غادي يقننوها تقنين، وهي انهم غادي يديروا لها واحد الحدود، يعني ما غاديش تكون داك الشيء غير اللي بان ليه يمشي يدوز، حيت انهم اذا حيدوها راه الناس اللي يعني ما عندهمش سون بابي راه كيكونوا محتاجين لها بزاف. وتخيلوا نتوما كيكونوا الامراض وشي تعدا شي، راه ما غاديش يقدروا يحيدوها، هما فقط غير دايرين لها واحد لونكادرومون، وبالتالي هادشي اللي راهم كيدرسوه وهادشي اللي راهم عاد غادي فاليديوه نيشان في 2020 راه غادي يبان شنو هو يعني المسائل. هضروا على بعض الاشياء اللي قالوا مثلا يا دي بروتيز اللي غادي يكونوا يعني ما يكونوش يعني كما كنا ما نخلصوش فيهم، مثلا غادي نبديو ونخلصو فيهم، ولا اننا نساهموا بواحد القدر في هذوك لي بروتيز اللي غادي مثلا نديروهم، ولكن هادو كيبقاو غير حوايج ثانويه، حيت البروتيز ولا شي حاجه غادي تبقى حاجه ثانويه، تقدر توقع لك تقدر ما توقع لك، تقدر تحتاجها تقدر ما تحتاجهاش. اد ميديكال ديتا غادي تبقى، حيت ما يقدروش غادي ما يقدروش يحيدوها، حيت شافوا انه كاين الناس اللي كتجي من البي دو ليست كيجيو، وبالتالي انهم كيجيو غير باش يعني يدوزو هنا في فرنسا، وانهم باش يبروفيتيو يعني بلو سيستام دو سونتي، ولكن راهم غادي يديروا يعني حوايج بالنسبه لهاد الميديكال ديتا، انه الناس اللي كما كنقولوا حنا بحال المغاربيين ديالنا، انهم اذا كانوا هنايا واحد المده وانه عندهم سكن وكلش، يعني غادي يبرروا باننا رحنا هنا، رحنا ما جايناش من نقولوا من الناس اللي عندهم سكن في مكان اخر، ورحنا جينا غير باش نبروفيتو في لو سيستيم دو سونتي. لهذا غادي فاش الواحد يوصل مثلا لهاد المرحله، لابد فاش انه غادي ديبلاسا يعني لوبيتال، غادي هما بالتالي غادي يقولوا ليه فوالا هو شنو هو شنو هو شنو، حيت المعلومه كانوا كتوصل كما حنايا مثلا سمعنا في لاتيلي كلشي، المعلومه وصلتنا، ولكن هذاك الشيء باش نطبقوه على الحاله ديالنا، واش هذاك الشيء يناسبنا ولا ما يناسبناش، حتى نوقعوا في هذيك لا سيتوياسيون.
هذه نظن راها باينه كذلك. بالنسبه للغروبمون فاميليال، الغروبمون فاميليال الناس كيبقاو يقولوا واش غادي انايا الزوج ديالي او الزوجه ديالي صافي، واش فرنسا زيرت، واش ما نقدروش ندخلوا، ما غاديش يقدروا هما يعني انهم يحرموا ناس، انه الزوج او الزوجه ما يقدروش يلتحقوا بهم يعني الطرف الثاني. ولكن هما داروا قوانين على اساس انه غادي مثلا غادي فاش يجيو يديروا زياره للدار للبيت عندهم دي كريتير. هادوك لي كريتير مثلا غادي نعطي غير مثلا، درك انايا ما رانيش كنت معاهم باش غادي نعرف وشنو هما قالوا بالتحديد، ولكن راني نقول لك على حساب يعني وشنو هما قالوا كتفهم من وراء السطور. مثلا كيقول لك على انه البيت غادي يجيو، كانوا من قبل مثلا فاش يديروا زياره للبيت باش يفاليديو واش هاد لو لوجمون سي بون، يعني مناسب للزوجه او الزوج اللي غادي يجي من البلاد. درك هما بغاو يديروا واش مناسب للزوج والزوجه اللي يجي من البلاد، وكذلك واش حتى مناسب لانه فاش يتزاد عندهم اول طفل. المهم يعني زادوا شي حوايج اللي هما في الحقيقه في مصلحه الاسره. بالنسبه للزوج مثلا واش او الزوجه اللي خدامين هنا، يعني الناس اللي راهم هنا في فرنسا وغادي يجيبوا الطرف الثاني من البلاد، واش هاد الانسان واش هاد الشخص قال لك اسيدي بلي انه لو سميك اللي هو 1200 ولا 1250 ما بقاش يكفي الاسره، وبالتالي خصهم هاد الناس يعني خص هاد السيد او السيده يعني يكون عندهم مدخول يتوشي اكثر من هذا. يعني فاش كتشوفوا يعني هما مشيت انهم المنع، هاد القوانين الجديدة ما فيهاش المنع او الحرمان، لا فيها جوست لونكادغومون، وانهم يقننوا من شي صوالح، وانهم باش الدولة تقدر عاودة كي تسير امورها. شوفوا غير نتوما حنا في الاسر ديالنا فاش يكونوا عندنا وليدات صغار كنديروا لهم قانون، وفاش كيبداو يكبروا كنديروا لهم قانون اخر مناسب ليهم، وراه هكذا حتى بالنسبة للدولة. والناس ديال اللجوء يعني اللجوء هذيك هي واحد اللجوء اللي دايرين مثلا عندهم لجوء نتاع الحرب، ولا كانوا كيعطيو لهم مثلا كتكون امراه مع ولادها، ولا كان كيكون عندها اغيسا ماجوري حيت كتكون غير هي ولادها، ويعني ولا الاب غير هو ولادو، ولا المهم حيت هذوك الناس ديال الحرب مساكين كلهم تفرقوا كاع تشتتوا العائلات. كنت كلم معكم وفي نفس الوقت كنشوف واش مدو واش يعني راني مطوله عليكم، راني سي بون راني في لو طون. هذوك الناس نتاع اللجوء شافوا انهم يعني حتى هما كيخسروا عليهم فلوس بزاف، حيت مثلا كما قلت لكم كيعطيهم اغيسا ماجوري، راه مرا وثلاثه ديال الاولاد، ومع ذلك بعض الاحيان كنشوفهم كيطلبوا. مانيش نهضر على الاخوان ديالنا، لا كنهضر حتى اللجوء السياسي، يعني في جميع يعني في الحروب راه في جميع نتاع من جميع الدول اللي عندهم الحروب. مانيش نهضر على مثلا الناس اللي مثلا نقولوا الناس اللي من سوريا، الناس اللي لا مانيش نهضر، انا نهضر على اون جينيرال. قلت لك فاش كتكون لهم اغيسا ماجوري راه السيده مع ولادها كتوصل حتى ل 1900 اورو، يعني تقدر تعيشها. وهما كانوا دايرين لهم واحد القانون انه حتى كيدوزوا 9 شهور فوق الاراضي الفرنسيه عادي يقدروا يخدموا، ولكن بالتالي شافوا هذوك الناس ما كيبغوش يخدموا وما كيبغوش يندمجوا وما كيبغوش يتعلموا اللغه، وبالتالي وشنو القانون اللي باغيين يديروا انهم ما غاديش يبقاو يعطوهم فلوس يدرسيو لهم، ولكن غادي يبقاو يعطيوهم دي كارت، وهذوك لي كارت اللي يعطيوهم لهم باش بهم يمشيو يصرفوا باش الدوله تعرف هذوك الفلوس نتاعهم فاش مشاو، يعني انه وشنو داروا بهم. شفتوا كيفاش هذاك الشيء؟ قلت لكم الدوله بغا دير لونكادغومون. دابا راني في 9 دقائق غادي نحاول نعطيكم على الموضوع الثاني، وهو بالنسبه لي زاسوسياسيون. 9 دقائق، المهم غادي نزيد بعد دقائق هكذا باش ما نطولش عليكم، حيت شفت انه فاش يكون يمكن الفيديو طويل الناس بحال اللي كتمل. الناس لي سون بابي عندكم الحق، حقوق بغيت نقول او حق انكم تمشيو تشوفوا لي زاسوسياسيون. فاش كتشوفوا لي زاسوسياسيون راه سبحان الله راه هذيك لاسوسياسيون راه تقدر هي ترسل لكم لاسوسياسيون اخرى، وبالتالي تكونوا ديتو معلومه اللي تقدر تفيدكم. انا بداتي هذه غير شي، علاش جاتني هذه الفكره نتاع لي زاسوسياسيون؟ حيت هذه واحد اليومين ولا 3 ايام كنت كنقلب على واحد العنوان خاص بيا انايا، يعني المهم على حوايجي انا، اوراقي انايا، شي حوايج دياولي. ولكن سبحان الله فاش كنت كنقلب فاش درت جوجل ودومانديت هذاك لادريس
وشنو هو عطاني، حيت جي مال برونونسي في هذاك لو ميكرو نتاع جوجل، وهو عطاني واحد عطاني واحد لاسوسياسيون و نتاع ليبرجومون ولا شي حاجه بحال هكا. وقلت ياه علاش ما نديرش الاخوان الاخوات الا كاينين الناس اللي هما سون بابيي وباغين انهم يعرفوا دي اسوسياسيون. نبدي لكم، كاين لاسوسياسيون الاولى اللي هي فرانس تير، كيف كنقولوا فرانس تير يعني ارض ارض فرنسا، يمكن هكا وياكو فرانس تير فوالا. تقدروا هاد لي اسوسياسيون غير تكتبوهم عندكم في التليفون في انترنت، مثلا اذا كنتم متواجدين في تولوز غادي ديروا فرانس تير ا تولوز وتشوفوا واش كاينه موجوده عندكم. هنا في باري كاينه، كاين ميدسان سون فرونتيير، ميدسان سون فرونتيير هاد كاينه على ما نظن في باري، كاينه في باري لا شابيل. هادو كيجيو بواحد لو بوس ويعني وكيعطيو للناس الاكل وبالتالي حتى مساعدات صحيه المهم يعني داكشي في الصالح ديال نتاع الناس لي سون بابي، يعني كلهم يكون مساعدات. راه كاع هاد لي زاسوسياسيون اللي غادي نقولهم لكم راه كيقدموا يعني مساعدات طبيه، مساعدات الا كانوا الناس بغاو يقراو اللغه، مساعدات اداريه الا كان شي واحد شي ورقه، انهم كيقوموا حتى بارشادات قانونيه يوريوكم. قلنا فرانس تير، قلنا ميدسان سون فرونتيير، كذلك سكور كاثوليك. سكور كاثوليك حتى هو كيعطي يعطي البسه، يعطي ويعطي يعني مساعدات قانونيه. وكذلك كاين ايمايوس، هذا هو اللي بغيت نقول لكم. هاد ايمايوس هو اللي خرج ليا بالخطا في التليفون ديالي فاش كنت كنقلب على 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 هذاك لادريس اللي بغيتو انا، ولكن عطاني ايمايوس وعطاني ايمايوس سوليداريتي بور لي جون سون ابري، يعني هنا في الجهه اللي كنسكن فيها. قلت يا سبحان الله كاين، يعني انا بذاتي ما كنتش عارفه. هاد ايمايوس قال لك كيؤوي الناس في حالات الطوارئ، يعني ملي تكون اورجون ولا كيؤوي الناس في حالات الطوارئ. كذلك كاين لاسيماد، لاسيماد وهو كيكون ارشاد قانوني للمهاجرين في حالات اعتقالهم. حتى انا هذه اول مره كنعرفها، انا كنعرف غير واحد الحاجه انه الناس فاش كيعتق يعني المهاجر الغير الشرعي، انهم فاش كي بحال نقولوا يتم فاش كيشدوه يعني لا بوليس ولا كيعطيوه انه خصو يكيتي لو تيريتوار، يعني واحد الحاجه اللي كنعرف انه ما خصش تفوت 48 ساعة وخص يكون عنده محامي يدير له لو ريكور للتريبيونال المحكمه باش زعما باش يشوف انه واش يقدروا يحيدوا له هذاك القرار وما يديرش هذاك لو ريكور لا بريفيكتور. هاد المعلومه اللي كنعرفها متاكده منها. كذلك كاين واحد اسوسياسيون سميتها لوبرج دي ميغران، هاد لوبرج دي ميغران حتى هي كاينه في باري على ما اظن. وكاين جمعيه سلام، جمعيه سلام حتى هي كاينه. الناس كما قلت لكم هاد الجمعيات كتبوهم في انترنت وشوفوا وديروا حداهم المدينه اللي ساكنين فيها باش تشوفوا واش كاينين. كاين كذلك جمع، وغادي نكتبهم لكم الاسماء نتاعهم في صندوق الوصف، وانتم كتبوهم في انترنت عندكم وبالتالي تقدروا انكم تعرفوا واش كاين. كاين بام بيرو داكوي اي دو كام، بام بيرو داكوي اي داكومبانيومون دي ميغران. هاد بام بيرو داكوي اي داكومبانيومون دي ميغران، بام بي ا بي 2 ام، هذا قال لك يواكب مهاجرين في فرنسا، يقوم بورشات حتى ورشات عمل، يقوم بتوجيههم ارشادهم. هذا كاين في باري 2 و لو مترو اوتيل دو فيل، غادي هادشي المعلومات اللي عندي غادي نكتبهم لكم في صندوق الوصف. بغيت نقول لكم يمكن هاد النهار هضرت شويه بعجاله حيت بغيت ندير لكم جوج د المواضيع في فيديو واحد هكذا باش الناس يعني تستافد. وبغيت نقول لكم ما تبخلوش عليا باللايكات نتاعكم، ولا عجبكم الفيديو تقدروا تبارطاجيوه في مواقع التواصل الاجتماعي مع الاقرباء نتاعكم اصدقاء نتاعكم الناس اللي كيهمها الامر. ونتمنى انه فعلا خدمت على هذا الموضوع من القلب ديالي، ونتمنى انه يكون فادكم في شي حاجه. ونقول لكم ان شاء الله فيديو اخر. والسلام عليكم في امان الله.